مساء الخير على كل الأهل ويا حلقة جديدة من برنامج السادسة. النهاردة خطوة جديدة وتحدي جديد نحو تحقيق الثلاثية التاريخية. خدنا الدوري الحمد لله، خدنا دوري أبطال أفريقيا وقدرنا نتوج به النجمة التاسعة، ودلوقتي طبعا كاس مصر. النهاردة مباراة مهمة ما بين الأهلي والاتحاد السكندري إن شاء الله، يعني المباراة مش سهلة أبدا ومحتاجين كامل التركيز. طبعا احنا طالعين من مباراة يعني اتبذل فيها مجهود ذهني وبدني كبير جدا، ان شاء الله تكون لعبتنا في كامل التركيز النهارده. الاتحاد السكندري فريق كبير، في عناصر مهمه طبعا تحت قياده كابتن حسام حسن، عندهم رزاق سيسي، عندهم عمار حمدي لاعبنا المعار، عندهم لعيبه كبيره، وهتكون ان شاء الله مباراه ممتعه، ونتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي. مساء الخير عليك يا احمد. مساء الخير يا ساره، مساء الخير على الاهلاويه كلهم اللي بيتابعونا. طبعا احنا متحمسين، عايزين نشوف فرقتنا، وخصوصا انه النهارده في فرصة وإمكانية لظهور الوجوه الجديدة. بس اسمحوا لي لقطة كده قبل ما نتكلم في ماتش الاتحاد من شهرين ثلاثة، بس مش أكتر من كده، كل اللعيبة اللي انضمت لصفوف النادي الأهلي ما كانتش يمكن عارفة إنها السيزن اللي جاي هتلعب دوري أبطال إفريقيا بصفتها حامل اللقب، وهتشارك في بطولة كأس العالم للأندية. طموح ما بعده طموح، يكفي بس إنك أنت تلبس تيشيرت النادي الأهلي عشان تتحط في أعلى المراتب وعشان تشارك في أحسن البطولات. ونتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق لكل الوجوه الجديدة اللي انضمت، سواء عودة المعارين أو سواء الصفقات اللي نجح النادي الأهلي في التعاقد معها. طاهر محمد طاهر اللي أنا الحقيقة متحمس ليه جدا، وشايف إنه طاهر لعيب يملك إمكانيات كبيرة جدا الناحية الفنية والمهارية والتكتيكية. عند طاهر أنا بشوف إنه لعيب الحقيقة من أحسن لعيبة كرة القدم المصرية في التوقيت الحالي، تفضل بس عنده الحته البدنيه. وبالتالي لو طاهر اشتغل، والمدرسه دي في النادي الاهلي مدرسه محترمه جدا، لو اشتغل عليها بشكل كبير طاهر هيكون في حته تانية خالص. طبعا معاه احمد باكم من ولاد النادي، مش غريب علينا من جوه البيت، وعارف شخصيه النادي الاهلي وعارف روح الفانيلا الحمراء. ومعانا بدر بنون لعيب كبير في فريق كبير جدا بحجم الرجاء، اعتقد انه كمان انتقاله للنادي الاهلي هيكون صفقه مميزه. احتمال النهارده من الوجوه الجديده نشوف طاهر، أكرم توفيق، ناصر ماهر، وبدر بنون، دول في القائمة مسجلين. لكن فيما عدا ذلك مستر موسيماني بنسبة 90% هيحافظ على القوام الرئيسي لنادي الأهلي اللي لعب ماتش الزمالك. يمكن يكون عندنا في تغيير بسيط، كهربا مكان أجايي طبعا المصاب، لكن في ما عدا ذلك تشكيل الأهلي هيكون ثابت. كل التوفيق لأبطال إفريقيا النهارده في مواجهة الاتحاد، وإن شاء الله بإذن الله تكون خطوة في طريقنا لنهائي ونحقق الثلاثية زي ما سارة قالت. أنا بتفائل دايما بكلامها في بداية الحلقة. النهارده في مناسبة مهمة جدا طبعا. واحد من اللعيبة اللي أنا بحبهم جدا الحقيقة، بحبهم مش بس عشان لعيب مؤثر، ولا عشان لعيب حريف، ولا عشان هداف كبير الحقيقة، مش السنة دي بس، على مدار مشواره كله مع النادي الأهلي، لكن بحبه جدا لأني بحس قد إيه هو بيحب النادي الأهلي وبيحب تيشيرت نادي الأهلي. عنده طموح وعنده طمع يحقق حاجة لنفسه، بس مع ده بيغير على تيشيرت نادي الأهلي وبيغير على فرقة النادي الأهلي، وعايز دايما كل ماتش يلعبه يكون صاحب بصمة فيه. الحاوي وليد سليمان اللي بنقول له كل سنة وأنت طيب. النهاردة وليد سليمان بيحتفل بعيد ميلاده، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، وتكون إن شاء الله بإذن الله إضافة دايما في كل وقت وفي كل لحظه النادي الاهلي بيحتاجك فيها. وليد سليمان طبعا يا احمد يعني من اللعيبه اللي بتثبت دايما ان السن مجرد رقم، لحد دلوقتي بيبذل اقصى ما عنده في اي مباراه بينزلها، وزي ما احمد قال حد غيور جدا، لاعب غيور جدا على تيشرت النادي الاهلي، وعارف قيمته كويس قوي من اول يوم لبسه فيه. كمان لاعب الحقيقه بيبان قد ايه بيغير اي مباراه اول ما بينزل، يعني بنقول عليها التبديله الذهبيه، التغييره الذهبيه، ده غير طبعا اخلاقه العاليه. كل سنه وانت طيب يا حاوي. برحب بحضراتكم طبعا مره ثانيه، قاعدين انا وساره بنتناقش في تشكيله النهارده والتشكيله الاقرب للبدايه. هو بدايه طبعا يعني تاكيدا برضو على الكلام اللي قلناه، ماتش النهارده مش سهل على الاطلاق. انت داخل الماتش ده اكثر هدوءا، اكثر استقرارا، روحك او مع حالتك المعنويه عاليه جدا، بس ده كله مش معناه انه يترجم لحاله استرخاء. يعني مدرك تماما طبعا انه النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي النهارده داخل المباراه وعينها على نهائي الكاس، لكن ماتش النهارده مش سهل على الاطلاق. وخدوا بال حضراتكم فرقه الاتحاد فرقه محترمه وعندها دوافع كتيره جدا، يعني اهم دافع طبعا انها توصل
او الهدف الاول بالنسبه لها انها توصل نهائي الكاس، وتاني اهدافها انها توصل على حساب النادي الاهلي اللي هو خارج بطل افريقيا. فانك انت تكسب بطل افريقيا وتوصل نهائي الكاس ده واحد او اثنين من اهم الاهداف اللي حاطينها لعيبه الاتحاد قدام عينيها النهارده. عشان كده بقول لحضراتكم ماتش النهارده مش سهل، لكن احنا ان شاء الله ورجالتنا قدها قدود، وان شاء الله تبقى مباراه محترمه وتكون ان شاء الله باذن الله صالح نادي الاهلي ونوصل للنهائي. نروح ليكي، كنت بتكلمي على التشكيل متوقع نشوف. انا كنت بقول لك يعني حاسه انه الناس كتير بتقول انك تتنبأ بتشكيله مباراه النهارده مش سهل ابدا، بس انا متوقع، انت بتقول انه صعب انه هو يدفع بالعناصر الجديد مثلا النهارده او كده، لا انا متوقع ان موسيماني دايما عكس المتوقع، يعني ممكن نشوف وجوه جديده في مباراه النهارده، وده بقى المفروض يحصل. يعني انا سامع ان في انسجام جامد جدا في المعسكر بين اللعيبه القديمه والصفقات الجديده، واعتقد ان هنشوف فعلا وجوه جديده في مباراه النهارده، ونتمنى بقى نشوف منهم افضل حاجه. يعني اكرم وناصر مش جداد علينا، يعني اكرم وناصر ماهر مع النادي الاهلي، هو يعتبر بدر وطاهر، هو اللي يعتبر جديد على التشكيله بدر بنون وطاهر محمد طاهر بالزبط. انا بقول لك بس انه صعب البدايه تكون فيها تغيير، يعني اعتقد مستر موسيماني هيميل اكتر لثبات التشكيل، لكن ده مش معناه ان احنا الاربعه التانيين مش هنشوفهم، وارد جدا طبعًا. لو احتاجناهم اثناء، او كان مستر موسيماني شاف انه محتاجهم اثناء المباراه وارد جدا طبعا يكونوا يشاركوا، وبالتاكيد لو ما كانوش جاهزين ما كانوش دخلوا قائمه أكيد طبعًا. المباراه. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح من محل اقامه النادي الاهلي نتعرف على اخر اخبار الفريق وتفاصيل يومه النهارده. اتفضل فاروق. كل التحيه ليك يا ساره، كل التحيه ليك يا احمد، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من بلد الغريب مدينه السويس، وقبل لحظات من توجه فريق النادي الاهلي لملعب استاد السويس الجديد لمواجهه فريق الاتحاد في الدور نصف النهائي لكاس مصر. نتكلم على تفاصيل اليوم واستعدادات فريق النادي الاهلي لهذا اللقاء، واحده من المحطات المهمه للنادي الاهلي في مشواره نحو بطوله كاس مصر واستعاده كاس مصر الغائبه عن النادي الاهلي لثلاث سنوات. النهارده فريق النادي الاهلي، يعني لو هنتكلم عن تفاصيل اليوم، كان فريق النادي الاهلي تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 2 ظهرا. من المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين كانت في تمام الساعه 4:30 عصرا. مستر بيتسو موسيماني طبعا بيركز ان دي وقت اطول للمحاضره، يتكلم مع اللاعبين في بعض النقاط الفنيه، ويعلم من خلالها التشكيل اللي هيخوض بيه اللقاء. مستر بيتسو موسيماني قبل المحاضره كان يعني في جلسه منفرده بيتفرج على بعض الفيديوهات لفريق الاتحاد، ويقف على نقاط القوه والضعف فريق الاتحاد. قبل يعني عقب وجبه الافطار كان اجتمع مع افراد الجهاز الفني في المطعم بعد تناول وجبه الافطار، وقدر يتكلم مع الجهاز الفني. وطبعا مستر بيتسو موسيماني بيفتح دايما باب النقاش مع افراد الجهاز الفني لكل الامور الفنيه الخاصه بالفريق. من ضمن الامور المهمه ايضا النهارده كان في مجموعه من ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه موجودين النهارده، كانوا حريصين على الحضور لمقر اقامه فريق النادي الاهلي لتهنئه لاعبي النادي الاهلي بالفوز بالبطوله الافريقيه والنجمه التاسعه، وايضا كانوا حريصين على التقاط الصور التذكاريه مع لاعبي النادي الاهلي. اكد عليك بقى على يا احمد على الحاله الفنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي وحاله الجاهزيه، واحده من المباريات المهمه جدا طبعا للنادي الاهلي، لكن حاله الجاهزيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي بتضع مستر بيتسو موسيماني في حيره من اختيار التشكيل نظرا للجاهزيه اللي عليها ال 22 لعيب الموجودين في هذا اللقاء. احنا خلال لحظات الفريق هيتوجه الى ملعب للمباراه، طبعا مباراه مهمه جدا نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الاهلي لهذا اللقاء. كانت الاتحاد المصري كان اعلن طاقم التحكيم اللي هيدير هذا اللقاء بقياده محمد معروف حكم الساحه، يعاون محمود ابو الرجال سمير جمال لحكمين مساعدين، وحكم رابع عبد العزيز السيد محمود دسوقي لتقنيه الفيديو. دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس من امام مقر فريق النادي الاهلي، وقبل لحظات من توجه فريق النادي الاهلي لملعب المباراه. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو، وكل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. بشكرك فاروق صلاح، يعني الحقيقة كأننا قاعدين معاكم دلوقتي بتنقل الصورة بشكل مثالي جدا وحلوة قوي لقطة. طبعا مبسوطين انه زي ما بتقول انه اللعيبة كلها ال 22 لاعب في كامل الجاهزية، وهو ده اللي احنا متوقعينه طبعا من الفريق، ويمكن فعلا فكرة الفوز بدوري ابطال افريقيا هيخلي فيه معنويات مرتفعة جدا وانت داخل نص نهائي كاس مصر، لكن كمان مهم جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا ان دي بطولة تانية، يعني بإذن الله لو اتأهلنا ان شاء الله للنهائي اللي هيكون يوم 5 ديسمبر دي بطولة تانية
تانية تماما، نهائي تاني تماما، وفرحة تانية خالص ببطولة مختلفة. حلوة قوي يا أحمد لقطة ذوي الاحتياجات الخاصة وجودهم مع طبعا اللعيبة في فندق الإقامة. طبعا أكيد لفتة إنسانية، وده دور الحقيقة نادي الأهلي. وخدي بالك أنه النادي الأهلي بيعتبر ورجال النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي قدوة، وبالتالي ده دور مهم جدا لطيف، ومشهد الحقيقة نتمنى أن احنا نشوفه ويتكرر كتير في الفترة اللي جاية. خليني أقول لحضراتكم أنه بمناسبة ماتش النهاردة، احنا مش بس هنتكلم على ماتش النهاردة، هنتكلم كمان على ده واحد من الأخبار الرئيسية، دي اللقطة اللي بتكلم عليها طبعا مع بقية النجوم، أيمن أشرف، بدر بنون، مجدي قفشة، طبعا نجم اللقطة ونجم المشهد اليومين دول، و لقطة لطيفة جدا طبعا مع ذوي الهمم، ولادنا الحقيقة، الولاد دول أبدا الحقيقة يمكن في أوقات كتيرة جدا الناس بتبص لهم على إنه في عندهم مشكلة أو في عندهم نقص في حتة معينة، لكن الحقيقة في أوقات كتيرة جدا يمكن بيثبتوا إن هم يعني عندهم قدرات وعندهم إرادة وعندهم إصرار أكتر من ما نطلق عليهم الأسوياء. يعني بيدوا نموذج وبيدوا رسالة مهمة جدا إنه الإعاقة الوحيدة اللي ممكن تكون حاصلة هي هنا، إعاقة الجسد في قدرة من قدراته مش ممكن أبدا تكون عائق أمام إنك أنت تحقق هدفك. وشفنا أمثلة كتيرة جدا، وشفنا في الرياضة حتى إذا كنا بنتكلم على الرياضة شفنا أمثلة كتيرة جدا وبطولات كتيرة جدا اتحققت لم يقدر حتى على تحقيقها من يطلق عليه بين قوسين الأسوياء. خليني أقول لحضراتكم أنه كمان من ضمن أخبارنا النهاردة خبر مهم جدا عن إحنا يمكن كنا اتكلمنا امبارح سارة على كأس السوبر وعلى تصريحات بعض المسؤولين في نهضة بركان في المغرب أنه هم لم يتم إبلاغهم بالمعاد وأن هم مش عايزين يلعبوا في القاهرة. وده يمكن واحد من أخبارنا المهمة النهاردة. الحقيقة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تلقى خطاب من الاتحاد الإفريقي بيأكد على أنه المباراة هتلعب في مصر، يمكن لم يتم الاستقرار لغاية اللحظة على الملعب اللي هيستضيف المباراة، بس هو بالتأكيد مش هيكون استاد القاهرة. يعني في كلام على أنه يكون السلام أو الدفاع الجوي، وفي احتمال ممكن بعيد من بعيد أنه يكون في ملعب برج العرب، لكن المباراة هتلعب يوم 10 وهيتم لعبها على أرض مصر إن شاء الله بإذن الله. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا في برنامج السادس. طبعا الارقام بتوضح تفوق النادي الاهلي المارد الاحمر على الاتحاد السكندري في منافسات كاس مصر، ولكن برضو النهارده لكل فريق الدوافع بتاعته. يعني النادي الاهلي طبعا عنده دافع تحقيق الثلاثيه التاريخيه وان هو يفوز باذن الله ببطوله كاس مصر، طبعا الاول نصعد للنهائي ونقدر نتوج باللقب على حساب ايا كان الخصم. وكمان طبعا نادي الاتحاد السكندري نادي عنيد فعلا، كويس جدا، في عناصر مهمة جدا، وطبعا تحت قيادة العميد حسام حسن عندهم دوافع كتير ان هم يقدروا ينافسوا على لقب كاس مصر السنة دي. فبإذن الله تكون مباراة ممتعة نشوف فيها كامل التركيز من لعيبة النادي الأهلي زي ما تعودنا، ونحقق الفوز في مباراة النهاردة ونقدر نصعد للنهائي. مين عناصر خطورة في الاتحاد من وجهة نظرك؟ انا كنت بقول لك رزاق سيسي انا بشوفه لاعب كبير، وطبعا لاعبنا المعار عمار حمدي بالنسبه لي برضو لاعب كبير. متفق معاكي. مين تاني عندك؟ خالد قمر بتهيألي برضو وخالد ممكن يكون فعلا عنصر خطوره، والاخطر من الثلاثه الحقيقه حسام حسن مدير بالزبط. فني محترم الحقيقه، وبيلعب كره او بيقدم كره ليها طابع خاص، وبالتالي الحقيقه انا بشوف انه الماتش النهارده مباراه ليست سهله على الاطلاق. خليني بس اخد حضراتكم مره ثانيه للخبر الخاص بكاس سوبر افريقيا. النهارده الحقيقه عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكره اكد، او رئيس اللجنه الخماسيه المكلفه باداره اتحاد الكره، اكد انه الاتحاد الافريقي الكاف ابلغ الجبلية بشكل رسمي باقامه المباراه، مباراه سوبر افريقي في القاهره، وليست هناك نيه لتغيير مكان المباراه ولن يتم نقلها خارج القاهره. والجنايني اكد كمان انه الكاف اختارنا بشكل رسمي اقامه مباراه سوبر بالقاهره وفي نفس الميعاد والتوقيت الذي سبق وتم الاعلان عنه يوم 10 ديسمبر المقبل. خلينا نروح يا احمد لاتحاد الكره اللي تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اللي بيخطر فيه اللجنه الخماسيه برئاسه عمرو الجنايني طبعا بالاستمرار ومد عمل اللجنه لحد 31 يناير اللي جاي لحين عقد الانتخابات، وده طبعا المفروض بقى يتم تقليص عدد اعضاء لثلاثه بس بدل من 5 اعضاء، ويكون دورهم ايه؟ الاشراف على الانتخابات
وزي ما حضراتكم عارفين المفروض ان عمل اللجنه الخماسيه خلاص انتهى امبارح يوم 30 نوفمبر وفقا لخطاب التكليف الاخير من الفيفا، وتم عقد الجمعيه العموميه الطارئه لتعديل لائحه النظام الاساسي. وقررت الجمعيه خلال اجتماعها ان هي تعدل البند الخاص بعضويه الجمعيه لتصبح 134 عضو، وتتسع بذلك ل 60 نادي من القسم الثالث، طبعا اضافه لجميع انديه القسم الممتاز اللي هم 18 نادي وجميع انديه القسم الثاني اللي هم 48 نادي، بخلاف تمثيل أندية الكرة النسائية والشاطئية والصالات. أعتقد طبعا أنه مد عمل اللجنة وتخفيض عددها لثلاث أعضاء فقط ده هدفه الأساسي سارة، أنه يتم إجراء أو تنظيم عملية الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة. طيب في اللحظات اللي بنكلم حضراتكم عنها، يعني أنا معايا كلام الحقيقة على منتخب مصر الأولمبي، والمنتخب ده انا بشوفه امل الكره المصريه، والموضوع ملوش علاقه على الاطلاق ببس فكره انه هينافس في اولمبياد طوكيو، لكن انا شايف انه القماشه والخامه والعقليه بتاعت اللعيبه دي اعتقد انها ممكن تنقل وتساهم في انه المنتخب الاول يدعم بشكل كبير وتنقل الكره المصريه في حته تانية غير اللي احنا عشنا فيها في الست سبع سنين الاخيره. معنا اخبار عنه وتصريحات لكابتن شوقي غريب، بس هنروح لفاصل، وقبل ما نروح لفاصل خليني اقول لحضراتكم زمايلي بلغوني انه الباص الخاص بالنادي الاهلي وصل دلوقتي في اللحظه دي لملعب المباراه. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. نتكلم شويه بقى عن المنتخب الاولمبي. انا قلت لحضراتكم انه السيزون اللي جاي ده مضغوط جدا، وكان الله في عون منتخباتنا الوطنيه سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي طبعا بيستعد، احنا عندنا منتخبنا الاول كاس عالم وامم افريقيا، ومنتخبنا الاولمبي بيستعد لبطوله الاولمبياد. في مشكله طبعا انه الجدول السنه الجايه مضغوط جدا، وانا كنت لسه بقول لحضراتكم انه مفيش فرصه او مساحه لاي تاجيلات الا في حاله انه في ظرف قهري يمنع اقامه المباريات في ميعاد. منتخبنا الاولمبي بقياده كابتن شوقي غريب كان عنده ماتش، كابتن شوقي كان شايفه مهم جدا في التوقيت، يعني احنا تابعنا منتخبنا مع كوريا ومع البرازيل والحقيقه طمنا عليه الى حد كبير، خصوصا في ماتش البرازيل مواجهه من العيار الثقيل، وبتلعب مع برازيل دايما مصنفه ومرشحه لفوز باي بطوله وبتكسبها 2-1. كان كابتن شوقي عامل حسابه ان احنا هنلعب اليابان في اليابان، وكمان كان اللطيف في الموضوع انه اليابان هي اللي مقدمه العرض وهتتحمل كافه تكاليف المواجهه، سفر اقامه كل شيء، لكن طبعا المواجهه دي غالبا او يعني هو بالفعل هي مش هتتم، ويمكن ده اثر بشكل كبير على برنامج استعداد كابتن شوقي غريب للمباراه. وهو كان ليه لقاء الحقيقه مع مازن مرزوق رئيس لجنه المسابقات، واتكلم معاه انه الوضع صعب جدا وصعب يبقى في اي تجمع للمنتخبات بره الاجنده الدوليه، عشان كده عنصر الوقت وبرنامج المنتخب الاولمبي مضغوط جدا، وده اللي عبر عنه كابتن شوقي. بس انا شايف برضو من ناحيه ثانيه انه معظم عناصر المنتخب الاولمبي النهارده بقت اساسيه في فرقها، واعتقد ده بشكل كبير دخولهم ماتشات ولعبهم ومشاركتهم بشكل اساسي مع انديتهم هيساهم بشكل كبير جدا في رفع مستواهم او على الاقل تقدير الحفاظ عليه، وده بالتاكيد بيصب في مصلحه منتخبنا الاولمبي. كمان الكابتن شوقي غريب ان هو يا احمد يعني ما اعلنش لحد دلوقتي على الثلاثي فوق السن اللي هو ممكن يضمهم للمنتخب الاولمبي، وقال ان هو اعلن بس عن رغبته في ضم محمد صلاح، لكن عارف انه قد ايه الموضوع ممكن يكون صعب جدا، خصوصا انه محمد صلاح هيبقى في فتره اعداد لمباريات الدوري الانجليزي، وهيبقى اصلا كده كده في هيسيب الريدز في منتصف الموسم علشان بطوله افريقيا. متهيألي منتخب الاولمبي كان عامل بطوله رائعه، وانا حضرت المباراه النهائيه يا احمد، وبجد حاجه تشرف جدا، يستاهلوا ان هم يكونوا في احسن حالاتهم في الاولمبيكس دي. مصر اعتقد بالفريق ده، يعني انا كمشجع او كمتابع عندي طموح انه المنتخب ده خصوصا مع كابتن شوقي
طبعا. يعني كابتن شوقي في الشباب والاولمبي عنده قدره على قياده فرقنا بشكل ناجح، وليه قبل كده يعني اكتر من سابقه قدر يحقق فيها مراكز، سواء كنا بنتكلم كاس عالم او بطوله افريقيا شباب. فاعتقد ان شاء الله المنتخب ده مرشح انه يجيب لنا ميداليه ان شاء الله في اولمبياد طوكيو لو اقيمت طبعا في ميعادها. خلينا نروح فاصل ونرجع نتواصل في السادسه مع حضراتكم من مره ثانيه. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخليني أقول لكم الأخبار الحلوة الحقيقة أنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا أعلن النهاردة عن المرشحين لدخول الفريق المثالي اليويفا في 2020. ترشيحات كتير الحقيقة على كل البوزيشنز، يعني خط الوسط والهجوم والدفاع وحراسة المرمى، بس عشان وقتنا اللي يهمنا طبعا أن محمد صلاح من المرشحين طبعا في خط الهجوم. إحساس جميل ومشرف ويدعو للفخر أن احنا نشوف طبعا محمد صلاح مع أسماء كبيرة طبعا زي رونالدو وميسي وغيره طبعا كتير. وزي ما حضراتكم عارفين برضو صلاح من المرشحين لجائزة The Best، الأفضل في العالم، ونتمنى ان هو يكون بينافس عليها بقى بقوه وياخدها ان شاء الله. صحيح يا احمد. صحيح، احنا بنتكلم على اسماء ثقيله زي ما انت قلتي، ليفاندوفسكي، لوكاكو، ساديو ماني، امبابي، رونالدو، ميسي، نيمار، صلاح، رحيم ستيرلينج. احساس كبير طبعا بالفخر انك انت تشوف اسم لاعب مصري وسط الاسماء دي كلها، والحقيقه يمكن يكون واحد كمان من افضلهم. كل التوفيق للاعبتنا النهارده. لغايه اللحظه يمكن بنتابع مباراه الزمالك والطلائع، والنتيجه ما زالت تعادل في انتظار الفريق الفائز والمتاهل لنهائي كاس مصر. وان شاء الله باذن الله التوفيق يكون حليفنا النهارده. كل التوفيق للنادي الاهلي امام الاتحاد، وان شاء الله باذن الله يكون تاهل لنهائي كاس مصر خطوه للجمع بين بالثلاثيه. بشكر حضراتكم على المتابعه، بشكرك يا ساره على حلقه النهارده. بشكرك يا احمد، وبشكر حضراتكم. وطبعا في الاستوديو التحليلي قبل المباراه مع كابتن ايمن شوقي، وان شاء الله نتمنى فوز المارد الاحمر النهارده، ونشوف حضراتكم في حلقه جديده بكره من برنامج السادسه.